السلام عليكم اخوانا، وياكم رايت في لعبة ديستني. اليوم راح اتكلم عن موضوع السيل حق الايفنت اللي هو الفيستيفال لوست. الايفنت هذا طبعا مسوينه حق هالوين على اساس انه يكون في حوافز تاخذ من عنده اسلحة وفارمينج حق الكاندي وصفحات وكذي. موضوع كلش كلش سهل ومعتادين احنا عليك اقدمية موجودين، احنا عارفين ومخلصين السيل، وهذا لمحبي طبعا السيل والترينفات وهذا. بالنسبة للمستجد راح يكون طبعا سهل عليه، وراح يكون كل شيء سهل وما في اي صعوبة. طبعا اتجاهك للتاور لما تروح راح تلاقي في عندك ايفا قدامك هاي موجودة، راح تكلمها تعطيك ماسك من الكويست انك تستلم الماسك هذا تركبه، وبعد ما تركبه راح تطلب منك ان تاخذ من عندها طبعا صفحات خضراء نفس هذه على اساس انك تودعها داخل المكان هذا اللي انت شايفينه قدامي هذا. طبعا لما تدخلها هذا في صفحات وايد قدامك كهما، يطلب منك ان انت لازم تسوي مانيفست اللي هو المانيفست البيج اللي هو على اساس انك تستخرجها. طبعا الاخضر هو اللي تخلصه في الايفنت اللي موجود اللي راح تقول لك تروحه طبعا على اساس انك تستخرج المانيفست. طبعا الحين انا عندي تقريبا باقي لي صفحتين، يبي لي هذه فيها 7 وهذه فيها 7. طبعا لما تاخذ الهلمت تركبه وتاخذ من عندها الاوراق الخضر هذيلي عشان تحولهم مانيفست، تروح على طول تتجه للايفنت اللي هو هذا هانتد سيكتور بلاي ليست اللي هو لو سيكتور نفسه. هذا النورمال، طبعا في ليجند. النورمال راندوملي وانت داش، اما الليجند يعني يتغير ما بين كل كم ساعه، يعني كاتب لك ان هني every few hours، يعني اي يعني ممكن خلال ساعات، ممكن خلال ساعتين ثلاثة ساعات على حسب a few hours as he want، يعني الروتيشن مال اللوكيشن حق الهانتد. طبعا بعد ما تخلص من هني وترجع لها مرة ثانية وتستلم من ده كوست ثاني، راح يقول لك ان لازم تخلص هذيل الهارد فكرتي هانتد المون وناسس وايدي زي واوروبا. طبعا الحين باقي لي انا اوروبا، هي بس فكرة انها كمبليت عشان تاخذ الكوست تخلصها. طبعا هين طالع لهني انه في يوروبيان ايدي زون، طبعا هذه ايدي زي انا اللي ابي بالضبط. الحين لما ارجع مرة ثانية طالب تحت يوروبا مو ايدي زي، انا ايدي زي مخلصها، لازم مخلصها مو مخلصها، انطر ساعات لين يسوي روتيشن حقه. عقب ما تخلص طبعا هالنورمال على طول تروح لها تفتح لك الكوستات اللي موجودة عندك هنا. هذا طبعا حق السيل، راح تعطيك هلمت موجود عندي هنا. طبعا الهلمت هذا لما تاخذه راح يكون من الترايمف، من ضمن الترايمف. هذا هو هذا الهلمت، بس تاخذه اللي هو الكليفز باري ماسك، تاخذه على طول تستلمه، امورك طيبة وكل شيء تمام، تستخدمه وتكون تكون لابسه على اساس انه تطيح اللي هو طبعا الكاندي الصفحات واي شغله مثل النجرامات والسوالف هذه كلها على اساس ان انت تحصل الحوافز اللي موجوده عند ايفا طبعا وغير اللي عند ايفا طبعا. المهم نرجع حق الكوستات اللي موجوده عندنا هني. اول واحده تستلم هذا طبعا، هذه واللي هو الماسك اللي قلت لكم عنه توه. هني مانيفست اللي هي الاوراق الصفحات اللي انت قاعد تودعها على الجهاز اللي موجود عندك هناك. طبعا هني يبي منك 11 صفحة، هني يبي منك 22 عشان تاخذ حافز الطيارة ومن الانهانسمنت بريزم ويا الايفنت تيكت. طبعا يبي لك 33 صفحة. ندخل على الصفحة اللي وراها، يبي 100 هيدلس وانس اللي هو هذا اللي كل ما تكبشر انت الارض يطلع لك وحش كبير هذا تذبحه تخلص عليه، يبي لك 100 واحدة. نروح هني طبعا، هني يبي منك كاندي، اعتقد مو اعتقد عفوا هذا فيها لها بروجرس. طبعا انا بالستيم تدوس شيفت تاب يطلع لك البراوزر هني موجود، تضغط على دي اي ام. الله يذكره بالخير اخونا معتز صاحبي هذا من الكلان، طبعا هو نورني على الموضوع هذا مسبقا طبعا من زمان حيل، وانا قاعد اعيد المنظور هذا واشكره شكر جزيل ويعطيه العافيه. في نفس الوقت هني يعطيك الـ DIM، خلينا نشوف الـ DIM نفسه هو اللي موجود بالبراوزر بستيم او بالهذا. طبعا هنا عشان ان تشوفون هذا بدل ما افتح بث واروح اكثر من مكان. وهذا في البروجرس لما تروح انت هني في عندك الكويست كاو مال الايفنت هذا موجود هني.
هني طالب من عندك شغلات وايد اللي هي انت الترايفات اللي انت شايفه. من بين هالترايفات هذه كلها تبي تشوف الترايف فيه كم كم حبه. هذا كاهو الكاندي كور كورنر، هذا كاندي كورنر سوري، يبي منك 15,000 كاندي. من وين تجيبهم انت ونصيبك؟ عاد في عندك طبعا في فيديو بالدسكريبشن تحت راح يكون الاوراق من وين راح تجيبهم بطريقه سهله. وبالنسبه للاماكن تكون زين النزول فيها حق الكاندي بطريقه اكثر وبسرعه، وفي نظام AFK. بس انا كشباب اذا انت مو بقدر المستطاع انك تسوي AFK تقدر بامكانك انك تلعب سترايكات اللي هي العاديه الفانغارد العاديه، تقدر تخلصها يطلع لك 320 يطلع لك كروسبل، يطلع لك 200 وشوي، جامبت نفس الطريقه وهكذا. نرجع حق الكويست مره ثانيه. هني يبي منك تخلص بس واحده ديفيكولتي اللي هي هذه اللي تعطيك الهلمت مال اللي في شو اسمه اللي هو مال نيمبوس. هذا هلمت نيمبوس طبعا تستلمه من هالترايمف هذا، تخلص بس ليجند اللي هي الاستراكتر نفسها هذه. بالنسبه للكوست اللي ورا على طول بعد نيمبوس اللي هي اللي فوق هذه والكاندي، في من يقول لك انه يبي ابيك ميستري جراب باج. هذه وين تلقاها؟ تلقاها هنا عند ايفا، تدخل على ايفا تكلمها الصفحة الثانية تلقى عندها هذا هو كاهو. قيمته 1300 كاندي، وانتبهوا من الشيء هذا 1300 كاندي، يعني هذا راح تصرف فيه وايد. فحاول انك تجمع كاندي وايد 20,000 15,000 30,000 قفل، وبعدين ابتدي بطل هذا الترايمف على راحتك. نرجع مرة ثانية حق الكويست. هني يقول لك ذبحات حق الجراند لونشر، ذبحات حق الاوتو رايفل، ذبحات حق السنايبر، ذبحات حق البولس. هني يطلب منك كومبليت ريتشوال اكتيفيتي وانكلودد سترايك كروسبل جامبت ماتش. هذا اللي وينهم موجودين بات سيزن اوف ذا ويتش اللي هو اللي احنا فيه طبعا الاكسبانشن اللي احنا فيه بالسيزن اللي احنا فيه بالسيزن اوف ذا ويتش. ادش على السباير مالها والايفنتات مالتها يعطيك حتى البروجرس مالها. وفي نفس الوقت ننزل تحت في عندك كروسبل وجامبت ماتش، بس انت تكون لابس الفيستيفال ماسك اللي هو مال الغناء. هذا الماسك لازم تكون لابسه عشان تاخذ كاندري الكاندي عفوا وتخلص البروجرس ماله. اني هني يقول لك فوكس ان ايرس انيجرام، تروح ل ايرس تسوي لها انيجرام اللي هو الفوكس مالها. النقرامات اللي هي تكون بهالطريقة هذه، هذا النقرام مثلا هذا شفتون هذا الحين لما ندخل عليه كذي اروح هني ادخل داخل هني بالصفحة هذه في القى في ثنتين. اوعى تروح لهذه، هذه 500 كاندي حرام، هذه امورها طيبة تبطلها. اعطيك سندن شارد، تعطيك كور 10، 5 كور، 3 كور، انهانس بريزم، سندن شارد، سندن علاوي، أسلحة اليكون. حاول تدش على هذا، لا تدش على هذا لأن هذا شوف تكاليفه على الفاضي بس أسلحة. يعني المفروض أنا أشوف العكس أن الشيء هذا يكون، بس طلع هذا هني فيه. وفي نفس الوقت في عندكم النقرامات تحت، تقدر تستلم النقرامات تحت على كيفك، أسلحة، دروع، أي شيء، دروع عفوا اللي هي القديمة اللي موجودة كانت من السيزونات اللي ضافت. إذا أنت مو محصل تقدر تحصلها هني بعد ويكون راندوم دروب حقك. نخلص من الموضوع هذا، نروح للكوست مرة ثانية، نروح الصفحة اللي وراها السنايبرات والبولز وهذا. هني كمبليت كروسبل ماتش مثل ما قلنا. هني يقولك كمبليت هانتد سيكتر كمبليت هاد، يعني يبي منك 18 مرة تدش تخلص هذيل على النورمال. إذا خلصها بالليجند يعطيك بروجرس أكثر طبعا. ندخل على اخر ترايمف اللي هو بعد ما تخلص من هالترايمفات 16 ترايمف تحصل اسندنت شارد، اسندنت علاوي، وتخلص وتفك السيل. طبعا راح يكون مفكوك عندك السيل في 16 ترايمف تخلصهم. وراح تدش بعدين على الجلد تخلص هذيل اللي هم الغامجين اللي هم لونهم برتقالي. هذا الجلد اول واحده يبي منك هانت تمون ونسس. هذا طبعا لازم تكون ديفيت اول هانس 1 ان ا سنجل ران اوف هانتد سيكتور، في سنجل رن، يعني في رنة واحدة المون تخلصها مرة واحدة، تذبحهم كلهم مرة واحدة، وناسس نفس الطريقة، وأوروبا نفس الطريقة، وإيديزي نفس الطريقة، يعني تكبشونهم مع بعض وبنفس الوقت ترسمنون تذبحون بنفس الوقت على طول. يعني ما تطول، هي سالفة ما بين ثواني عادي، بس المهم انهم تطلعونهم وتذبحونهم بنفس الوقت، يعني كلهم بعد بنفس الوقت انتو تكبشونهم. هذا
بالنسبة لوايلد ويلينج فيستيفال ماسك كومبليتد دنجن ريد ماستر جراند ماستر نايت فول اور وين راوندز ان تريلز اوف اسايرس. طبعا هذه مرة واحدة، هي تنطق طقة واحدة، تروح دنجن، تروح اي مكان جراند ماستر، تخلص يطلع لك بروجرس عليه، تاخذ تشيك بوينت على اي دنجن راح تلاقي نفسك انت مخلص. بس لا تنسى انك لابس الماسك مال الايفنت على اساس انك تقدر تخلصه، وهني بنفس الوقت فلولس انك ما تموت حتى انت مع ربعك، يعني هي لك انت بس مو لربعك، لك انت بس بروحك، هي تنحسب لك انت ما تنحسب لمعاك، يعني انت بروح بعيد عن الفاير تيم حق الترايمف هذا الهانتد والمون وناسس وايديزي اوروبا هذول كلهم تخلصهم بعد ما تسوي هانت وتخلص لا تموت نهائيا عشان يطلع لك الترايمف هذا نورمال او ليجند الخيار لك. الاخير كاندي، كولكت كاندي من الاكتيفيتي تذبح وتاخذ هذا، بس لازم تكون لابس طبعا الفيستيفال ماسك، لازم الفيستيفال ماسك يا جماعه تكونوا لابسينه على اساس يعطيكم البروجريس كامل بشكل عام. وما ايد موضوع اللي هو الابجريد مال الكارد، هذا شيء سيء انا اشوفه، وارجوكم يعني لا تسوون الشيء هذا، واذا حاب هذا الشيء من خاطرك شيء يرجع لك هذا في النهايه، لان بعد ما تخلص من هذا في تيكتات هنا راح تبطل هذيلي كلهم، يعني ابو زيد ما غزيت، دفعت لهم في الحالتين تاخذ من عندك شيدر وسبارو وايموت، بس هذا هو لا اكثر ولا اقل. وفي نفس الوقت تروح طبعا عندك الستور، راح تلاقي في الستور نفسه داخل في سكنات نازله اورلمنت حق الشخصيات، وهذا عندك هنا في اللي هم الماسك، الماسكات نزلت جديده وفي ماسكات قديمه وفي جوستات نفس الطريقه لها شكل لها ديزاين، في شيء قديم في مالت الفستيفال قبل قدم مالت الهالوين تلقاهم، ايموتات قديمه كلها اللي ما حصلت تقدر تحصلها الحين، بس اسعار انا اشوفها مبالغه وايد، يعني جوست 400 سيلفر انا هذا انا اشوفه سيء جدا، لكن انا كل واحد وخاطر عاد، هذا شيء ما يخصني يخصكم انتم، يعطيكم العافيه. كذي احنا وصلنا لنهايه الموضوع هذا مال السيل. راح نتكلم على اخر شيء قبل لا ننهي الفيديو، في عندكم الترامف اسمه توايلت، هني هذا الترامف يطلب منك ثلاث شغلات مخفيات. الاولى راح تكون انت تاخذ الهلمت هذا اللي هو الابيض هذا اللي اعطوك اياه من اول مره، هذا تروح فيه على طول تتجه الى كوزمودروم هني، وبعد كوزمودروم تروح فولن سيبير تخلصها، تخلص فولن سيبير لازم تكون لابس الماسك هذا، هذا الشرط الاول من التشالنج. الشغله الثانيه لما تروح طبعا انا راح احافظه في البار الثاني، يبي منك 100 ذبحه، ال 100 ذبحه من وين اجيبها؟ لازم تكون لابس طبعا الماسك اللي هو مال نمبوس ماسك، وتروح على نبتون تذبح فيه لين تخلص ايفنت اي شيء قصه اللي يكون في عندك مكان واحد، اذا عندك تشيك بوينت طبعا هني في البريكنك عشان تذبح الموجودين هناك في البدايه، لما تصعد فوق راح تلاقي العلم محطوط تذبح وتخلص وخلصنا على كذي. في نفس الوقت الترايمف الاخير اللي هو اللي موجود عندكم هني، تروح للكوليكشن مالك تغير الراس اللي انت حاطه هذا اللي هو عفوا الماسك، وتحط الماسك مال التورمنتو. التورمنتو لما تاخذه لازم تسوي فينش بالليجند، تدخل على الليجند هني وتسوي الفينشر مال الفينشر العادي طبعا على الادز واللي يكون شنو كان موجود. يطلب منك هني في الموضوع هذا يطلب منك 25 فينشر، بس تخلصها راح يطيح لك اللوست مومنتوم. اللوست مومنتوم طبعا هذا سلاح شيدر عفوا حق الاسلحه اللي عليها كرافتبل، الاسلحه اللي فيها كرافت طبعا. في عندنا احنا نشوف لكم سلاح اي نفس هذا مثلا مشين جان، فيه طبعا حاط له مال ترايز الذهبي حطه في هني طبعا. الالوان انتم موجودين في الوان اللي هي مالت الكرافت طبعا، هذا حطوه مخصوص بس حق الكرافت. انا كنت اتمنى انه يكون شيدر حق الارمر طبعا، يكون شكله كذي اسود كامل، هذه طريقته طبعا عشان الاستخراج ماله. وطبعا لا تنسون ان هذا راح يكون الدروب ريت اللي هو الشيدر تلقاه موجود هني طبعا، هذا شكله راح يكون في الصفحه الثانيه عند ايفا كاه موجود هني، هذا اللوس مومنتوم هذا اللي يعطيك الشيدر الاسود، وقلنا لكم طريقته شلون، وكذي تنتهي
نهاية الفيديو ننتهي بهالموضوع هذا مال الشيدر، وإن شاء الله